أسرع دليفري في مصر، ملك الحلول علي معلول، محترف أصله تونسي بس روحه مصرية. كلامنا النهاردة عن قصة اللاعب من وقت بدايته مع كرة القدم. بس قبل ما نبدأ، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودنا، وخلينا نشوف الانترو اللي جاي ده ونبدأ الحلقة. قصتنا النهاردة عن الظهير العصري والباك ليفت الرائع جدا ومعشوق الجماهير الأهلوية، علي بن محمد معلول. اتولد في مدينة صفاقس في تونس سنة 1900، يعني عنده 32 سنة في الوقت الحالي. علي كان بيعشق كرة القدم وكان بيحب نادي الصفاقسي جدا، كان يتمنى انه ينضم ليه في يوم من الأيام، وفعلا قدر يحقق حلمه انه ينضم للنادي اللي بيشجعه من صغره. فضل يتدرج في قطاعات الناشئين بالنادي لحد ما تصعد للفريق الاول. بدأ ياخد فرصة ورا التانية علشان يثبت نفسه، وبدأت قدراته تعلى من وقت للتاني لانه كان بيشتغل على نفسه بشكل كبير جدا، وفعلا بقى تقريبا اللاعب التونسي الوحيد في الدوري اللي عنده قدرات هجومية هايلة جدا، لحد ما علي بقى يشارك مع الصفاقسي بشكل كامل علشان يتألق جدا ويبقى كابتن للفريق الاول كمان، ويبقى هداف الدوري التونسي رغم انه ظهير، لكن كان بيستغل الكرات الثابتة بطريقة مختلفة جدا، وكان بيقدر يسجل منها اهداف، واصبح هداف الدوري ب 14 هدف في 20 جولة بس، وده طبعا رقم قياسي في تاريخ الدوري لان مفيش مدافع في تاريخ الدوري التونسي سجل 9 اهداف في موسم واحد. انا قلت لك على مسيرة اللاعب مع الصفاقسي، ولكن تعال اقول لك بالتواريخ بدأت امتى وانتهت امتى. معلول لعب مع الصفاقسي من موسم 2001 لحد 2009 في قطاع الناشئين، بعد كده تصعد للفريق الاول في موسم 2009 لحد موسم 2016، فاز ببطولة الرابطة التونسية، وفاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية 2013، كمان فاز بكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس سنة 2009. الفترة دي علي معلول قدر يسجل فيها 31 هدف وصنع أهداف كتير جدا، للأسف الإحصائيات بتاعتها مش موجودة، لكن ممكن تعمل سيرش على يوتيوب وهتلاقيها. نكمل القصة. بعد ما تألق علي في الدوري التونسي وقدم مستوى كبير جدا وأصبح هداف الدوري، ساعتها النادي الأهلي كان بيدور على ظهير كويس جدا يجي النادي الاهلي وينفعه الفترة اللي جاية، لان كان معظم الناس اعتزلت في الفترة دي. لفت الانتباه جدا ان علي معلول هداف الدوري التونسي وهو ظهير وصنع اهداف كتير، فالنادي الاهلي احتاج للاعب وبعت له عرض، وعلي فعلا وافق لانه كان بيحلم انه يلعب في يوم من الايام للنادي الاهلي. وبالفعل بدأت مسيرة كبيرة جدا لعلي معلول مع النادي الاهلي وانتقل للنادي الاهلي. المسيرة دي عمل ايه فيها بقى؟ مسيرة لعب فيها 176 مباراة، سجل فيهم 34 هدف مع الاهلي، وعمل اكتر من 50 اسيست برضو مع الاهلي، وساهم مع النادي في بطولات كتير جدا، يعني مثلا كسب 4 دوري، وكسب 2 كاس مصر، وبطولة السوبر مرتين، ودوري ابطال افريقيا مرتين، وان شاء الله التالتة في الطريق، وحصل على كأس السوبر الافريقي مرتين، وبرونزية كأس العالم للاندية مرتين. علي معلول تاريخ كبير جدا، ولاعب مؤثر سواء مع المنتخب التونسي اللي لعب فيه من 2013 بشكل اساسي وهو كابتن المنتخب في الوقت الحالي، او مع الصفاقسي اللي هو اكتر مدافع سجل اهداف معاه والمدافع الوحيد اللي خد معاه هداف الدوري، او مع زعيم القارة الافريقية النادي الاهلي اللي عمل تاريخ كبير معاه، تاريخ لا ينسى ابدا مهما مرت الايام. الخلاصة ان علي معلول اسطورة لن ولم تتكرر في مركزه في تاريخ الكرة التونسية. بنحبك برشا يا معلول. اخيرا كده انتهت حلقتنا، بس ما انتهتش قصتنا، وزي ما تعودنا قبل اي كلام وبعد اي كلام يا ريت تصلى على النبي عليها افضل الصلاة والسلام، وانتظرونا في قصة جاية، واعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي، وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي. سلام.